لما النفسية بتنزل تحت بتطلب كحك، مش هستنى العيد ده بعيد وهياخد وقت. كلمت الحاجة سألت كانت محتاجة قفلت، قلت هجيب الوصفة وام عالنت دخلت، بس النت قطع فنزلت الشارع لقيت الدنيا مطر فطلعت تاني. عايز سؤالي كحك خلصه في ثواني، عايز الكحكاية تحضن سناني، عايز كحك بملبن، عايز كحك بعجوة، على وجود الكحك بعمل لي فجوة. حاجة يلا قولي وصفة، جبت سكر بودرة وفي ايدي المصفى. قالت لي وصفة يا موكوس، سمع على ودني واقف مفروس، قولي الوصفة وانا جايب لك فانوس. قالت لي هتنقل اقول لك تتكلم جد؟ احلفي طيب احلفي احلفي عشان استرع. قولي والله العظيم هديك الوصفة دلوقتي، وصفة الكحك. قولي والله العظيم هديك وصفة الكحك دلوقتي. طب انا جاهز لك، يلا قولي. كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنه، معلقه صغيره خميره، معلقه سكر بودره كبيره، كوبايه ميه دافيه، معلقه سمسم كبيره كافيه، ربع معلقه ملح صغيره. صورت الوصفه بجد الحياره، اخلي ملح وضيف طبق نضيف، بعديها حط السمسم، سخن السمنه تقدح الريحه تحفه، يلا بسرعه شم شم، حط السمنه عدي قلبها لحد ما يبرد الخليط، هنسيبها. قلب السكر والخميرة في ميه دافيه وسيبها، هنضيف العجينه ونخلطها جيدا، لو ما عملتش كده ممكن تطلع سيئه. هنسيبها تتخمر ساعه، شكل العجينه كور على حسب الحجم المفضل بتاعك. تغطى في صعود الفرن ونشرها بالمنقاش كده، جو عيد مع انه ما جاش، سكر بودره على الوش ما تنساش، قدمه سخن ما تستناش. عايز حاجه تانية؟ قلت ما نستغناش، فقالت لي ما تستسكاش. عايز افطر كحك العيد كحك العيد، عايز اتعشى كحك العيد كحك العيد، ممكن اتغدى كحك العيد كحك العيد، واكيد هحلي كحك العيد كحك العيد. الو، السلام عليكم، سوبر ماركت الامانه والشرف والنزاهه. انا كنت طالب 25 كيس من اللي هو الكيلو السكر بودره، ما جاليش من اكتر، ما انا طالب من حوالي 9 دقايق، محتاج اكلم حد يعني مدير او حاجه.